كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. الحكومة قاطعت من المقاضات ديال الناس اللي كينشروا أخبار زائفة، ما رأيكم في؟ أنا كنشوف في عوض ما الحكومة تنكب على الحل، يعني المشكل ديال الغلاء الأسعار، وتكون في صف الشعب والجماهير الشعبية، لأن الناس في الانتخابات هما اللي وصلوهم لهذه المناصب العليا، في عوض ما ينكبوا على يعني إيجاد حلول جذرية، يعني كيلتجئوا للحلول اللي يعني لا جدوى منها، ما توصل حتى شي نتيجة. الحكومة غادا تدعي المواطن، وتدعي المواطن كامل، تدخلوا كامل للسجارة، حنا في السجن دابا أصلا، فهمتي؟ حنا في السجن. أنا اللي كتشوف فيا رانا ما عنديش أصلا، ما عنديش خدمة، ملي نمشي نشري حليب أنايا بخمسة دراهم لترو، وعندي ولدي خصوش يطرد الحليب، تقريبا يطرد الحليب هو ليه ويطرد الحليب ليا 1000 فرنك 10 دراهم، راه عزيز سيدي علي، راه ما ساهلش هادشي راه يعني إلا جينا في الدول الأوروبية 5 يطرو ديال الما كدير 40 سنتيم 4 دراهم، حنا يطرد الحليب تمايا كيدير 3 دراهم أولا تقريبا شي 2 دراهم و50 فرنك، وعندهم يد العامله، وعندهم يعني امكانيات، وعندهم بزاف الحاجات، حنا ما عندناش هذاك الشيء اللي عندهم هما، وعندنا حنايا الغلا. انا ما فراسي شي، ولكن اولا انا مع المقاطعه، لان المقاطعه هي اختيار شعبي قبل ان يكون اختيار فردي. ثانيا ما كاينش شي قانون اللي كيعاقب الاشخاص على الاختيارات ديالهم، هادو الناس ما كيخالفوش القانون. انا ما بغيتش نستهلك واحد الماده لي عندي الحق والحريه الكامله باش نستهلكها او لا ما نستهلكهاش، بمعنى اي قانون كيعاقب الاشخاص في هاد حسب المنظر ديال الحكومه ديال المقاطعين فهو غير قانوني وما يمكنلوش يتبق، وغي يعطي واحد الشحنه واحد الدفعه قويه المقاطعين باش يزيدوا ويصعدوا ضد واحد المجموعه ديال المواد، واحد المجموعه ديال المواد الاستهلاكيه اللي الثمن ديالها لا يناسب لا القيمه ديالها الحقيقيه ولا الربح المضاف اليها. الناس كتهضر على الحق ديالهم، يديهم دابا حاليا قالوا هذه اللي غادي يشري حليب خصو يديوها للسجن، هادشي اللي سمعت مؤخرا ما يمكنش. الناس عندها الحق تقول اي حاجه وهي في الوطن ديالها، هذه تقول الحليب غالي، تقول مازوت غالي، ليسانس غالي، من حق اي واحد يهضر الحق ديالو. تعرف ان المغرب قريب من اوروبا، الناس كيشوفوا بشحال كيتباع الماء، بشحال كيتباع الحليب في الدول اللي السميك ديالها كيفوت 1000 اورو، وحنا اللي السميك ديالنا زيرو تقريبا كنشريو حليب غالي، الماء غالي، مازوت غالي. الناس طبعا كتبحث على الحاجه اللي رخيصه، خاصه والظروف المعيشه ديال هاد الناس هادو ظروف صعبه يعني، وثانيا ما عملوا حتى حاجه خايبه، يعني الناس قطعوا ما شريوش حنا هاد الحليب حتى يطيح الثمن ديالو، ما شريوش هاد المازوت، ما كنشوفش هناك جريمه من طرف هاد الناس المقاطعين، بالعكس عمل متحضر. أنا أراه نوع من الوعي لدى المغاربة، وأنا متضامن مع المقاطعة صراحة، لأني لسنا ضد شخص معين، الناس عندهم ملايير وينزلوا الأرض شويش يخفضوا، وما كيشوفوا الغرب حداهم اللي المداخل ديالهم قوية والمبيعات ديال المنتوج ديالهم رخيص وبارك حشومه. ايوا الحكومه كتبقى هي الحكومه، باشني دير شنو ما بغات، باشني والشعب بالنسبه للشعب حتى هو غيدير شنو ما بغا، فهمتيني؟ وكل واحد والراي ديالو والنظريه ديالو في هذه المساله. حق المستهلك، الحق ديالو هو يقاطع، لان ما عندوش حق اخر، مادام الحكومه ما عرفوش يتصرف وخلات الاسعار باش تزيد بديك الدرجه، في حين ان القدره الشرائيه في المغرب انتما كتعرفوها، ان العامل ما كيربح حتى 2000 و2500 درهم،
في حين ان القدره الشرائيه في بروكسل سبعه المرات ولا ثمانيه المرات مضاعفه، فهمتي؟ دونك ما عندهاش الحق، خصها تخدم اذا عنده متقي الله في هذا الشعب هذا. لا ما كنظنش، الا كانت سميتو الا كانت شي حاجه اللي ماشي زائفه علاش غنمنعوها؟ المباعره سميتو باش نمنعوها سي با سا سفي با نورمالمون. حريه الصحافه، حريه الاعلام، المقاطعه ماشي خبر زائف، هذاك راه كتشوفوه كاع في الشارع، واش فهمتي؟ ماشي زائف، علاش غنحربوهم ولا من المقاطعه الى باغي يقاطعوهم؟ يبغى يقاطع يقاطع شغل هذاك بلا كذوب بلا نفاق بلا والو. الشيء كامل اللي واقع اخي، هذه الحكومه ديالنا زيرو زيرو زيرو، ما كيفهموش كاع. باش نقول لك اخويا، انا فهاد السيد السياسه ما عنديش معاه الصراحه، ولكن ممكن مزيان، هو مزيان الى بط الحليب راه مزيان، ولكن عاوتاني راه اللي جيت تشوف ما من والو. يعني هذا الشعب هذا داير يعني غير كيشد السكر والسلام على هذا الحساب هذا. وانا ما كنظنش كاين شي اخبار زائفه بالنسبة للأثمنة بصفة عامة، راه أثمنة غالية على المواطن، والدخل المواطن راه ما قادرش على هادشي هذا اللي وقع بصفة عامة، هذه يعني الغلاء بصفة عامة. بالنسبة للمقاطعة على ثلاثة شركات، ما هي غير رمز فهمتيني وتعبير للشعب، على أساس أنه كيقول أن هاد الأسعار الحالية راه ما قادرش عليها وماشي في المستطاع ديالو، هذا هو الإطار. أما بالنسبة للمتابعة القانونية، كنظن حرية التعبير كتخول أي واحد يعبر كما بغى،